بعد هذه المقتطفات الجميلة من الملتقى ننتقل الآن إلى موضوع شيق وهي كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية من الكليات المتميزة في المجال تحسين الأداء الإداري والحكومي وتتعاون مع الكثير من المؤسسات الحكومية والخاصة على مستوى المحلي والعالمي ونظرا لأهمية التطوير الدائم في مجال إدارة المؤسسات الحكومية رحب معاكم مشاهدينا بالمستشار القانوني لكلية محمد بن راشد في دولة الكويت الدكتورة سارة الحمدان. صبحت الله بالخير دكتورة. صباح النور يا هلا الله يسلمك. يا هلا مرحبا دكتورة. في البداية يعني ليت لو نعرف المشاهدين عن أهمية فعلا كلية محمد بن راشد في الإدارة الحكومية وشنو ممكن تقدم هالكلية؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أنا سعيدة جدا أني موجودة معاكم اليوم في قناة الميكس. كلية محمد بن راشد الإدارة الحكومية يمكن خذت أهميتها لأنها منفردة باختصاصها، يعني كونها هي أول مؤسسة بحثية متخصصة في مجال الإدارة الحكومية هذا الشيء أعطاها أهميتها. انطلقت برعاية واهتمام كبير من سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في 2005 ويمكن هي تتناول جوانب اللي تحتاجها الإدارة الحكومية اللي هي التميز الحكومي زائد إعداد قادة المستقبل والقيادات العربية. هذه الأشياء اللي تميز الكلية وتبين أهميتها. طبعا عشان ما يصير لبس كل مرة لازم نوضح الشغلة، هي ما تخاطب طلبة ولا هي كلية تعليمية، هي تخاطب جهات حكومية والموظفين العاملين فيها أو اللي عنده خبرة في مجال العمل الحكومي. يعني هي ما هي كلية تعليمية بحيث مثل ما يمكن المسمى الكلية، لكن هي مجرد مختصة في موظفين أو القطاع الحكومي فقط. بالضبط. أي يعني التطوير الجانب الإداري والحكومي في الوزارات. واحنا يعني اكيد دكتوره ساره يعني كاستشاري في هذه استشاري قانون ووكيل حصري في دوله الكويت، يا ليت لو بس نعرف شلون انضميتي لهذا المشروع. يمكن انضمامنا كان لان احنا كمجموعه شباب كان عندنا هدف ان الكويت ترجع رائده في كل المجالات خصوصا المجال الحكومي. يمكن هذا الدافع خلانا نشتغل من منطلق وطني اكثر. فصرنا نبحث عن الجوانب اللي تعزز تطوير العمل الحكومي في الكويت. أغلب ورش العمل اللي عقدناها والدورات التدريبية اللي كنا نسويها كانت بتعاون مع جهات حكومية مميزة في دبي، كانت تعرض لنا تجارب اللي ناجحة أصلا ومطبقة على أرض الواقع. أغلب الجهات اللي كنا نتعاون معها كانت كلية محمد بن راشد، فهم المسوا هذا الحماس فينا وأن احنا حابين ننقل كل شيء ناجح لديرتنا الكويت. من هالباب يعني هو التعاون كان بشكل ودي، كان حلم بالنسبة لنا أنه يصير رسمي، لكن الحمد لله الله ما قصر معانا والحلم صار واقع. وأول ما عرضوا ما ترددنا، وافقنا على طول وخذينا هذا الشرف وصرنا ممثلين لهم بالكويت الحمد لله. لكن من خلال موقعك أنت في هذه الكلية شلون قدرتي تخدمين بلدك في هذا خلينا نتكلم في هذا المجال؟ من خلال أنشطة اللي سويناها، يعني في أنشطة سويناها داخل الكويت وبرا الكويت، لكن كانت هي تصب في مصلحة الكويت بالنهاية. يعني احنا تعاوننا هني. مثل شنو الأنشطة؟ سوينا ورشة عمل مع وزارة العدل الكويتية وكانت بالتعاون مع اللي نظمتها بالأصح كلية محمد بن راشد بالتعاون مع محاكم دبي. الورشة تمت هني في معهد القضاء، واللي أدار الورشة نخبة من أهم مدراء الإدارات في محاكم دبي. وعرضوا يعني كل خدماتهم الإلكترونية في مجال المحاكم، يمكن هذا كان نقطة وايد مهمة خصوصا وزارة العدل الحين عندها توجه أنها خدماتها تكون إلكترونية، فهذا الشيء وايد فادهم في هذا المجال. يمكن الورشة استمرت لساعة 9 بالليل والحضور كان متفاعل جدا، ولدرجة أن الوزير في ذاك الوقت السيد يعقوب الصانع كرمهم والتقى فيهم وحب هذه الفكرة. برا الكويت كان عندنا نشاط يمكن توا مؤخرا يعتبر أول مشاركة لوفد كويتي في برنامج القيادات العربية أو إعداد قادة المستقبل، وتخرجوا وحصلوا على شهادات أنهم يعني قادة في العمل الحكومي. إحنا في أول الطريق وما زال عندنا الكثير اللي نقدمه لهذا البلد الطيب. يعني من خلال خبرتك في الموضوع وين تشوفين فعلا ما نبي نقول قصور، لكن وين النقص اللي محتاجين فعلا تسدونه او ان انتم تطورون هالجزئيه في المؤسسات الحكوميه؟ يعني اكيد انتم عندكم بعض الاجنده او عندكم رؤوس اقلام لبعض الامور اللي فعلا محتاجينكم تركزون عليها عشان تتحسن. احنا ما ننكر اهميه العمل الحكومي، يعني احنا اليوم لما نتكلم عن رغبه صاحب السمو امير البلاد ان الكويت تكون مركز مالي واقتصادي، هذه الشغله ما راح تكون مناطه بجهه واحده، لازم كل الجهات تتعاون عليها. يعني
تحقيق الرغبة هذا محتاج تكاتف من جميع الوزارات أو من جميع الجهات سواء حكومية أو غير حكومية. زائد أنت قاعد تتكلمين عن خطة التنمية الكويت، من أهم أهداف خطة التنمية فيها أن تكون هناك حكومة أو إدارة حكومية فعالة. هذا الشيء أنا شلون أقدر يعني أحققه إذا أنا ما عندي خبرة في المجال الحكومي، إذا ما عززت روح الإبداع للموظف أنه يبدع لي في إدارته أو في المجال اللي يشتغل فيه. يعني احنا ذكرتي التعميم، واكيد هي لها اهميه كبيره ان تم تعميم، على الاقل نتكلم عن الخبره في مجال الاداره الحكوميه. هل فعلا لازم كل من يعمل فيها يفكر في نفس الطريقه من ناحيه التعميم، ان الجهود تكون واحده وتتكاتف عشان تكون على الاقل الكل في نفس المستوى، نتكلم عن الخدمه او الاداء؟ بالضبط، احنا محتاجين هذا التعميم، احنا محتاجين ان الموظف يشتغل من منطلق وطني ومن منطلق ان احنا حابين نطور. انا ما ابي ادش دوامي علشان ادي وظيفتي واذا مالي خلق اقعد في البيت او اخذ طبيه. احنا نبي نمحي هذا الشيء، احنا نبي نروح الوزاره واحنا مستانسين، عندنا دافع وطني هو اللي مشجعنا ان احنا نشتغل ونعطي. هذا الشيء محتاج كل الوزارات تشتغل عليه اذا احنا نبي نتطور، اذا احنا نبي نوصل. احنا بدال لا نقعد نقارن ونقول برا صاروا احسن والدول، لا، احنا نقدر نصير احسن منهم، بس هذا مو محتاج سلطه تنفيذيه او سلطه تشريعيه، لا، محتاج المواطن من نفسه اول شيء يشتغل، يتعب على نفسه، يعطي من ادارته، بالتالي مثل ما قلت قبل النجاح معدي، انا صح. نجحت الكل راح ينجح بعدي. انت ذكرتي ان دوله الكويت يعني فعلا او انتم يعني خلينا نقول انتم تعدمون فكره ان والله انا اذا قاعده اداوم في جهه حكوميه معناتها ما في شغل او ان الكل يتهرب من صحيح. من العمل. برايك دوله الكويت ايش كثر قاعده تحاول فعلا ان تطور هذا الجانب بحيث ان تخلق شباب طموح، ان حتى اذا انت اشتغلت في القطاع الحكومي لا يزال تقدر تبدع وتكون طموح وتؤدي عملك على اكمل وجه. احنا شوفي كشباب اذا شنو محتاجين من الوزارات عشان نبدع؟ نعم. احنا محتاجين رؤيه واضحه، يعني اذا كل جهه حكوميه حددت لي رؤيتها اللي تبي توصل لها، حطت لي الاليات اللي تساعدها علشان تحقق هذه الرؤيه، احنا راح نعرف نشتغل. بس احنا محتاجين علشان نحقق هذه الرؤيه بالطريقه او بالاليات اللي حددت لنا اياها، احنا محتاجين دافع. نعم. محتاجين نطبق نظريه الثواب والعقاب، كثر ما عطيت أنا أتكافأ وكثر ما تقاعست أنا ألقى جزائي. هذا الشيء هو اللي راح يخلي العجلة تمشي في سبيل أن أنا أحقق رؤية كل وزارة. فهذا اللي إحنا محتاجينه من الجهات الحكومية، تحدد لي رؤية. وأتوقع يعني الكويتيين بشكل عام مو محتاجين إلا نفضة غبار بس، وهم من مبدعين بالفطرة للأمانة. صحيح دكتورة سارة، يعني إحنا قاعد نتكلم عن قطاع حكومي، ويعني دائما في يعني نظره معينه للقطاع الحكومي انه هو مو مثل القطاع الخاص من ناحيه الاجتهاد والالتزام بالقوانين، حتى بالموظف سواء كان الموظف او كمؤسسه بحد ذاتها. صح. هل تشوفين انه في يعني يوم من الايام ممكن ان المستوى في المؤسسات الحكوميه يرتقي ويصير مساوي احنا مثل ما قاعد نشوفه في القطاع الخاص من ناحيه الاداء، من ناحيه ابداع الموظف وعطائه؟ أنا صراحة مؤمنة بهالشيء وواثقة فيه أنه في يوم من الأيام راح يتم، لأن في كوادر يمكن ما عليها الضوء، كوادر وطنية موظفة في جهات حكومية يعني مبدعة وعندها أفكار خلاقة، لكن الضوء مو مسلط عليها. يعني أنت لو تاخذين للجولة في أي قسم بأي وزارة لازم تلاقين لك موظف مبدع. هذا الموظف لو أنا حطيته في مجال قيادي أو أعطيته لجنة عادية يترأسها، شوف الإبداع اللي راح يطلع منه. الموضوع مو مقتصر أن هذه جهة حكومية ما تبدع وهذه جهة خاصة لازم تبدع، لا. إحنا مثل ما قلت لك الإبداع في الكويتين بالفطرة، محتاجين بس نعطيهم أماكنهم الصحيحة، وصدقين العمل كله راح يتغير. راح يأخذ معاكم وقت دكتورة طبعًا سارة. طبعًا، يعني أنت لما تدشين على مجتمع متعود على الهدوء هذا، ما عنده هذا الحماس أنه يبدع، محتاجين ان نبين له كثر ما اعطيت ترى هذه النتيجه. والكويتيين ما حد يعني زايد على وطنيتهم، اذا بتكلمينهم من هالجانب
وبتحسسين ان هذا اللي انت قاعد تبذله بالنهايه لوطنك وتنافس فيه برا وبالنهايه راجع لك الخدمات راح ترجع لك انت راح تلاقينا هو مبدع في مجال. هل قررتوا ان انتم مثلا تبلشون في مشاريع مشروع صغير مثلا مع مؤسسه حكوميه او وزاره معينه وتشوفون مثلا خطه سير العمل فعاليه الخطه او ان انتم يعني شامل موضوعكم على جميع الوزارات قاعد تشتغلون؟ هي هذه الخطه الحين اللي جايه عندنا جهات معينه احنا حابين نشتغل معاها وفي احنا في نص الطريق بس ما اقدر اعطيك كل التفاصيل لما يصير الموضوع رسمي. تمام. لو نفترض ان الحين اذا في شخص قاعد يتابع هذا اللقاء وحب انه فعلا انه ياخذ بعض الدورات عشان يطور مهاراته كموظف او خلينا نتكلم يبدع ويكون عنده بعض المهارات، هل يقدر يسجل في الكليه؟ طبعا الباب مفتوح، سواء حاب انه يكون دايركت يروح دبي، حاب انه يتواصل معنا احنا موجودين ونقدر نساعده. في برامج الانتساب المفتوح، في خطه سنويه تصدرها الكليه والبرامج تمشي على حسب الخطه هذه. في برامج تساعد، يعني انا اتمنى مو بس اذا شخص عادي حاب يشوف الكليه او يسجل في برنامج، اذا شخص معني في جهه معينه عنده يحس خلل في موضوع معين في الجهه اللي يديرها، الكليه ممكن تصمم له البرنامج اللي يحتاجه كاستمايز له هو، حابه يكون هني بالكويت او برا الكويت مفتوح المجال له. يعني يقدر مثلا اذا كان هو مدير اداره او مسؤول في الاداره ومثلا مثل ما تفضلتي كان في خلل في ادارته ممكن يلجا لكم بحيث ان انتم تحطوا له خطه محكمه فيها بعض الاستراتيجيات او الاساليب. بالضبط. من اهم الخدمات اللي تقدمها الكليه هي الخطط الاستراتيجيه، الهياكل التنظيميه، بحوث، دراسات، تاهل الموظفين اللي عندك سواء جدد او هم قدامى بس محتاجين تاهيل. اهم هذا الشيء موجود، يعني الموضوع مو مقتصر على جانب معين. وزاره ككل، موظف بشكل شخصي هو حاب يروح ينمي قدراته، الموضوع مفتوح للكل. زائد انه في جانب جدا مهم يمكن يفيد اكثر الكويتين هالباب اللي هو البرامج الاكاديميه. في لفته حلوه تقدمها كليه محمد بن راشد للموظفين اللي هي برامج الماجستير. يعني الموظف الحكومي يقدر يقدم بالكلية برامج ماجستير وبرامج تحاكي طبيعة عمله. يعني عندهم برامج بالإدارة العامة، والبرنامج الجديد اللي أنا شخصياً شدني برنامج الابتكار. يعني في برنامج الابتكار برنامج ياخذ ماجستير في الابتكار. يعني انت تخيلي الخريج في من هالبرنامج شنو ممكن يعطي حق ادارته. فعلا يعني من الاسم يبين يعني هو بالنهايه اختيار لبعض الاهداف او بعض المهارات اللي فعلا يمكن تشوفون ان هي ضروريه ان صحيح. هي تطور من المؤسسات الحكوميه وعمل الموظف داخل هالمؤسسات. عجل. بالختام دكتوره ساره، هل عندك اي كلمه حابه توجهينها؟ انا حابه اول شيء اشكرك خاصة وأشكر قناة المجلس بشكل عام، وحابة أوجه رسالة بس للشباب أن عطوا من نفسكم ولا تيئسون. إحنا في ديرة عطتنا الكثير وما إحنا محتاجين السلطة معينة علشان إحنا نعطي، إحنا من مكاننا نقدر نعطي ونساعد أن نقدم شيء بسيط لهالبلد الطيب اللي عطانا الكثير. شبابنا فيهم الخير وبرا قاعد يستعينون فيهم. احنا يمكن نصين، نص مبدع بالخلقة ونص محتاج شوية تأهيل بس وتدريب بسيط واستعدي لإبداعاته. بس احنا ودنا روح الحماس ترجع لهم مره ثانيه ان شاء الله. طبعا في مساعدتكم اكيد ان شاء الله نتمنى ان شاء الله احنا بالخدمه ان شاء الله نتمنى ان شاء الله في لقائنا القادم نسمع انجازات ونشوف يعني بعض من اهدافكم تحققت على أكيد. ارض الواقع ان شاء الله اكيد. كل الشكر لك دكتوره سلام. ساره الحمدان مستشاري قانوني في كليه محمد بن راشد في دوله الكويت. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع لكم.